خلال الصحافة الفلسطينية المحلية والإسرائيلية التي تناولت في عناوينها رئيسية تلخيصا لنتائج أحداث هذا الأسبوع، والبداية مع وكالة وفا. نشر على وكالة وفا وزير الخارجية المصري: نقل أي سفارة إلى القدس سيظل إجراء باطلا لا ينشئ حقوقا للاحتلال. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي، ولا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل غير القابل لتصرف أراضيه. جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية والمنعقد في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة السعودية لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومواجهة نقل البؤرة الاستيطانية السفارة الأمريكية للقدس. وفي وكالة وطن: دعوات للنفير اليوم في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى. وجهت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة المحتلة بالإضافة إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر دعواتها إلى الجماهير الفلسطينية للغضب والتصعيد والالتحام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل نقاط التماس بمدن وقرى الضفة. وأكدت القوى أن الالتحام سيكون اليوم الجمعة بجمعة الوفاء للشهداء، وقالت: ليعلم المحتل أن أرضنا المزروعة بالشهداء ستظل حراما عليه. وفي وكالة معاً: إسرائيل تطالب مواطنيها بعدم السفر لتركيا. طالبت إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب. وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف لافين في تصريحات صحفية: أوصي بعدم السفر إلى تركيا، كنت أطالب بهذا دائماً قبل الأحداث. ما دام بقي هكذا الموقف التركي لا يوجد سبب للسفر إلى هناك. وفي موقع عرب 48: أراضي 48 تغضب مع غزة. يواصل فلسطينيو أراضي 48 الحشد للتظاهر ضد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في غزة والقمع الدموي الذي مارسه بحقهم منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية آذار الماضي، والتي راح ضحيته حتى الآن 120 شهيداً وأكثر من 10,000 جريح. وتعم المظاهرات جميع أراضي فلسطين التاريخية منذ مجزرة يوم الاثنين الماضي التي أدت إلى استشهاد 63 غزياً وإصابة 3188 في يوم واحد. وأيضاً في موقع عرب 48: تخوف إسرائيلي من لجنة تحقيق دولية حول مجازر غزة. تتخوف السلطات الإسرائيلية من تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحاً تقدمه فلسطين بالدعم العربي. يطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط جهود إسرائيلية تبذل على الصعيد الدبلوماسي لإحباط هذه الخطوة، بحسب ما نقل المحلل الإسرائيلي للقناة العاشرة الإسرائيلية باراك رافيد عن مسؤولين سياسيين. وأيضاً في موقع عرب 48: تحريض على لجنة المتابعة ومطالبة بإخراجها عن القانون. دعا عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود أمير أوحانا وزير الأمن أفيكتور ليبرمان إلى تطبيق مطلب سابق لليبرمان ذاته بإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، بدعوى أن اللجنة تتماثل مع من يسميهم أعداء إسرائيل. وجاء هذا في رسالة إلى النائب دكتور يوسف جبارين الذي طلب عدم إجراء بحث برلماني بخصوص اللغة العربية أم بسبب الإضراب العام الذي أعلنته المتابعة. باركي، المتابعة لم تقم بإذن من إسرائيل وأحزابها، وما هو ليس قانونياً وشرعياً هو الاحتلال وجرائمه. وفي موقع واينت العبري: بعد 6 أيام تجدد إمدادات الغاز والسولر إلى غزة. في يوم الجمعة الماضي تسبب مثير الشغب الفلسطينيون في إلحاق أضرار بنحو 10 ملايين شيكل إلى خط أنابيب الغاز عبر معبر كارم أبو سالم. بعد أعمال الترميم تم تسليم 13 ناقلة من وقود في نفس الوقت. تم الانتهاء من تصليح السباكة التالفة ونقل عبوات وناقلات الغاز إلى قطاع غزة. وأخيراً على صحيفة معاريف: مظاهرة ضخمة في تركيا ضد مجزرة إسرائيل في قطاع غزة. وفقاً للخطة ستقام مظاهرة كبيرة في إسطنبول بعد ظهر اليوم الجمعة بمشاركة مئات الآلاف دعماً للفلسطينيين والمذبحة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. وتحدث أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان عن نقل السفارة، كما ناقش الزعيمان التطورات الأخيرة في قطاع غزة. في الوقت نفسه شكر إسماعيل هنية القيادي في حماس أردوغان على طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة. وفي رسالة بعث بها هنية إلى أردوغان دعا إلى مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات والعمل على منع التطبيع بينها وبين الدول الإسلامية.
إذن مشاهدينا كانت هذه أهم العناوين في الصحافة المحلية الإسرائيلية والعربية. عودة إليك ديانا. ديانا، في الأسابيع الأخيرة شهدنا ظهور تضامن ومظاهرات داعمة في عواصم كثيرة أوروبية وأيضا حتى أمريكية. إلى أي مدى ممكن يشكل هذا التضامن الضغط المطلوب على الحكومات في اتخاذ خطوات لتحقيق الحق أو الحق الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان؟ سؤال كثير منيح ميسون. بتمنى أنه المظاهرات تتحول من مظاهرات إلى شغل على الأرض لمقاطعة إسرائيل. أنا بحكي لك عن كندا، محل ما أنا ربيت. في سابقا الحكومة الكندية بما هي جاستن ترودو رئيس الوزراء كان كثير يدعم إسرائيل. آخر فترة بعد الأحداث، بعد المجزرة اللي صارت ب 14 الشهر، غيرت اللغة، وهو رئيس الوزراء غير لغته. ليش؟ لأنه في ضغط، بدل ما يكون بس في مظاهرات، مع أنه المظاهرات كثير مهمة، كمان في ضغط على الحكومة الكندية من أجل المجزرة اللي صارت في غزة. اليوم كندا عم تطلب أنه لازم يكون في تحقيق دولي على اللي صار في غزة، على المجزرة. وكمان مش بس كندا اللي بتحكي هيك، كمان في دول أخرى اللي كمان تطلب أو تطلب ضغط أو بتشكل ضغط على إسرائيل. أنا بعتقد أنه إحنا لازم نركز على عدة أشياء. أولاً لازم التركيز يكون على المقاطعة. ثانياً لازم يكون في تركيز على ضغط على إسرائيل ومحاسبة إسرائيل ومعاقبة إسرائيل. وثالثاً لازم يكون في ضغط على الإعلام الأجنبي. أنت ما حكيتيش العناوين اللي في اللغة الإنجليزية، وهذا الشيء منيح. طرحناها في المقطع الأول. بالضبط، بس حبيت احكي لك شوي عن المصطلحات اللي عم تطلع باللغه الانجليزيه. زي كانه حماس اللي شكلت كل المظاهرات، واحنا عارفين انه هذا الشيء لا، زي كانه الناس اللي استشهدوا مش بشر، كانه احنا يعني عشنا بس بنعيش مشان نموت، زي كانه احنا شيء يعني حماس بتملك كل شخص وبتودي الأشخاص بس مشان يموتوا، وزي كأنه إحنا بنموت بس مشان يكون في كاميرات وبنموت قدام الكاميرات، زي كأنه الحياة عندنا رخيصة. هذا الإشي الواحد يفكر إنه مش أنا فكرت إنه بسنة 2018 يبطل يكون لغة أو مصطلحات من هالشكل، بس للأسف بعدها شغالة وبعدها موجودة. فأعتقد أنه كمان الضغط لازم يكون على الصحافة الأجنبية، مع الناس اللي عايشين برا لازم يضغطوا على الصحافة الأجنبية في البلد عشان كمان يتحاسبوا على اللغة والمصطلحات والأفكار اللي بتطلع من الصحف غاد. نعم، إذا المستشارة الحقوقية والزميلة ديانا بطق، شكرا لك، كنت معنا اليوم كمستشارة في متر الصحافة، شكرا لمشاركتك. إذا مشاهدينا، نأتي الآن إلى ختام حلقة هذا اليوم من متر الصحافة، على أمل أن يمر هذا اليوم بأمان وسلام. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.